العالمية لإغاثة الأطفال المحاصرين في مضايا. مضايا 11/1/2016. نشكر محسنين من دولة قطر نحن أهالي مضايا نشكر المحسنون من دولة الكويت يلي عم يغيثونا ويبعثوا لمدينة مضايا المحاصرة. نشكر الرحمة العالمية بالاشتراك مع قطر الخيرية على مؤازرة ومساعدة وإغاثة أطفالنا ونسائنا الجياع في مضايا المحاصرة 11/1/2016. نشكر جمعية الرحمة العالمية قطر الخيرية لمساعدتنا في الحصار في مضايا. أهالي الكويت لتقديم المساعدات لأهلنا في مضايا المحاصرة. نشكر جمعية قطر الخيرية والرحمة العالمية لإغاثة الأطفال المحاصرين في مضايا.